أدلة دأبت الولايات المتحدة التحدث عنها تثبت استخدام ميليشيا أسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين، لكنها لم تكشف عنها للعلن حتى الآن. وفي ذكرى اليوم العالمي لضحايا الحرب الكيماوية، ذكرت الخارجية الأمريكية مجدداً بتلك الأدلة، مطالبة نظام أسد بالتوقف عن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين، لكن بيان الخارجية الأمريكية انتهى دون أي شيء يذكر عن عقاب أسد ونظامه على ما اقترفوه. البيان الأمريكي عدد المرات المثبتة التي استخدم فيها نظام أسد السلاح الكيماوي ضد السوريين منذ توقيعه على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013. فبحسب البيان ذاته، فإن واشنطن تمتلك أدلة على أن ميليشيا أسد استخدمت غاز الكلور كسلاح في حزيران 2019 وغاز السارين في آب 2013 في الغوطة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني في حادثة اعتبرها، أي البيان، ترقى لجرائم حرب. الخارجية الأمريكية ناشدت المجتمع الدولي لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وبالأخص جهود المحققين التابعين للمنظمة الذين يعملون على كشف المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة على ضرورة محاسبة مستخدمي السلاح المحظور على مستوى العالم دون الإشارة صراحة إلى ميليشيا أسد الطائفية. معك واحدة زيادة؟